صراحة تصميم بالصلاة على حضرة النبي حاجة من الآخر. لأول مرة محافظة أسوان بتشهد بهذا الجمال. كل الأقسام متوفرة فيها، قسم العناية المركزة بأكبر شوية من الأقسام الثانية. صحة يا على أحسن مستوى، جسمي في حلايب على أحسن مستوى، مدارس أحسن مستوى. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلعنا من الظلام إلى النور. هذه المستشفى التي رأيناها اليوم بأجهزتها دخلت الطمأنينة في قلب المواطن. العناية اللي أنا موجود فيها دلوقتي فيها خدمة يعني أحسن من أي مكان خاص. أنا عملت قسطرة خاصة في مستشفى خاصة بره، هنا أفضل من بره بكتير كتير كتير. أحسن ما يكون، معاملة زي الفل وناس زي الفل، والحمد لله ما فيش أحسن من كده، ونشكر ربنا. العربيات دي عربيات مجهزة للتعامل مع جميع الحالات المرضية وحالات الحوادث بمختلف أنواعها وبمختلف شدة الحالات وصعوبتها. بها تجهيزات طبية عالية الجودة، كل الأجهزة اللي جواها ناطقة بالعربية. الهدف منها هو النقل السريع والآمن للمرضى والمصابين. كلنا من مسافين وسواقين وإداريين دايما لخدمة مصر وخدمة هيئة الإسعاف المصرية. بصراحة لفيت على الجهاز ده ورحت مصر، كان مشوار ومش قادر أوفر، بقالي حوالي 9 شهور عمال أجري على المستشفيات. أبدت استعداد لكل المرضى وريحتهم، وفرت عليهم ماديا ومعنويا ومواصلات وراحة في العلاج، وبقت 100 100 الحمد لله. كل همنا هنا إن إحنا المريض يطلع من عندنا مبسوط، حالته النفسية كويسة، لأنه هو محتاج إن إحنا نعمله أفضل معاملة. وفريهم من كل شان يا رب، فريق يا سيسي، وخليك إنا وبارك فيك اللي عملت لنا المشروع اللي يريحنا وريح الناس الغلابة العيانين المساكين اللي زي حالاتنا. مستوى يعتبر من اكبر المستويات المشاريع اللي عملتها الدوله، من ناحيه ان هي تعمل اسكان متوسط على شكل كومباوند، محاط بسور، بوابات امنيه، متكامل الخدمات. المشروع ده يستحق حاجه، يعني الناس كتير بتضحي بحياتها عشان الاجيال الجديده تستحق الواحد يعمل لهم اكتر من كده. يعني اللي احنا وصلنا له ده بايد العامل والمهندس والصنايعي والقوات المسلحه، كل حاجه طلعت معانا في ايدها في المكان ده. ومسي على الجمال والذوق، بيفتح بيوت ناس وبتشتغل، واحسن بدل ما الشباب ده مثلا يقعد على القهاوي او كده. احنا طبعا معروفين عن اهل دمياط، صنعة الخشب، الحلويات، اللي لنا صناعات خاصه بنا. دخل علينا مشروع ده مصر بالاصراف الجديد، بطريقه التفكير الهندسي الجديده، اثر على ثقافتنا، اثر على مستوى المهندسين، مستوى العماله، مستوى الصناعيه. عميل بيجي يسكن على طول، يعني ما بيبقاش عنده، بيدخل بقى في قصه تشطيب، ولا بتكون مجهزه من كل حاجه، دش مركزي، تليفون، انتركم، كومباوند بسور، بامن، بحراسه، جميع الخدمات موجوده جوه الكومباوند، من مدرسه لجامعه لوحدات صحيه لمحلات. لو بصينا بره على مثيله في الجهات الاخرى او مثيله في الجهات الخاصه، هتلاقي تقريبا التكلفه للوحده وتكلفه للسكن تقريبا يعني تمثل الضعف. المعمار هو اكتر مهنه ممكن تسحب طاقات ما بين عمال، ما بين مهندسين، ما بين سباكين، ما بين حدادين. بدل ما الشاب مثلا يخش ان هو مثلا يشتري قطعه ارض ويبنيها، وكحل سريع لاي شاب ان هو يشتري وحده سكنيه. المفروض ان احنا نطلع اصلا كل واحد يسيب بيته، زي ما احنا بنطلع نتغرب بره، احنا بنطلع نتغرب بره عشان الفلوس، نيجي نشتغل في بلدنا عشان الفلوس. العماله موجوده، نجار، حداد، مبيض، كله شغال ما بيننا. حاسس بخير جاي للشباب. تحيا مصر. وتحيا مصر. تحيا مصر مليون مره. تحيا مصر.